كالعاده رصدت كاميرا الاردن اليوم اراء الشارع وارائكم بخصوص موضوعنا الاجتماعي، هل انت مع او ضد تربيه الحيوانات الاليفه بالمنزل؟ خلينا نشوف شو كانت ارائكم. مع، لانه انا بحس بالحيوان حتربيه، بالمناسبه انه ككلب، كلب انه حيوان اليف بيكون صديق الانسان، فأنا معك كثير ضدها. ضد أنا طبعاً، لأنه كثر فيها أمراض كثيرة، وأنا شخصياً في بيتي أطفال، ما بقدر أحط حيوانات أليفة بتعديهم بتعبيهم أمراض، يعني صعب جداً أحط في بيتي يعني. ضد، لأنه الحيوانات ممكن إنها تمرض وإحنا ما نعرف مثلاً، أو إنها تنقل الأمراض إذا كان بالبيت أطفال أو حدا هيك، فممكن إنها تنقل الأمراض. أنا مع، لأنه عندك مثلاً بعض الحيوانات زي الغنم تقدر تستفيد منهم بالاقتصاد كشراء أو بيع، وفي عندك الكلاب تقدر للحراسة وهكذا كباقي الحيوانات يعني. مع وضد، مع إذا كان الشخص قادر على تربية الحيوانات وكان عنده وقت كثير ويكون معظم أوقاته فاضي لتربية الحيوانات والاهتمام فيهم، وضد إذا كان الشخص غير قادر على تربية الحيوانات ما عنده وقت ودائما مضغوط ودائما مشغول، لأنه الحيوانات ممكن إذا عدم الاهتمام الإنسان فيها أو الشخص في الحيوان بربيه في البيت ممكن أنه تنقل أمراض معدية. مع، لأنها يعني بتخفف من الوحدة تبعتك ومسلية، يعني أنا عن نفسي مربي عندي بس وكثير بتسلى معها، بس أكون مثلاً زهقان بالبيت وش بلاقي حدا أطلع معه بقعد بلعب معها وبس.